اخر واحد بقى في العيله بتاعت الناس الوينسر كمسكرايب المحترمين اللوكالايزد الجامدين دول هو البليومورفيك زانثو استروسايتوم، وده بقى مهم شويه عايزين يعني ايه نقف وقفه معاه. برضو تاني هرجع اقول لك من اسمه كده، ما تيجي نخمنه كده من اسمه، ها بليومورفيك زانثو استروسايتوم. الله، بليومورفيك واضح ان هو فيه بليومورفيزم، زانثو استروسايتوم في زانثو استروسايتس. خلصت الهيستوباثولوجي بتاع الحمد لله، اي خدمه يا جماعه. هما بيسموه بالطريقه دي، هو بيسموه على حسب ما هما شايفينه، الطويل الاصلع، الورم الطويل الاصلع. فلما تيجي توصفه هتقول ان هو طويل واصلع. برافو عليك انت كده، انت عرفت ازاي ده الذين، انت فظيع والله، اسمه واضح. بليومورفيك زانثو استروسايتوما، ده في بليومورفيزم وزانثو استروسايتوما. بس انا بقى في كلمه بس انا عايز دايما كل تيومر كده ليه هنت، ها البليومورفيك زانثو استروسايتوما هو خارج من استروسايت صح، بس مش اي استروسايت، هو خارج من سب بايل استروسايت. اوبا، يعني هو اصلا كورتيكال ريليتد للسيريبرال كورتكس، يعني ده ما يطلعش في السيريبيلم، ده يطلع غالبا سوبرا تنتوريال، يطلع سب بايل ريليتد للكورتكس. البليومورفيك زانثو استروسايتوما از ا رير استروسيتيك جليوما ارايزنج فروم سب بايل استروسايت. يبقى الكلمه دي اللي بتفرق بقى واحد عن الثاني، سب بايل استروسايتس وذ لارج بليومورفيك مالتي نيوكليتيد سيلز وفيها زانثوماتس تشينجز اللي هو البليومورفيك زانثو استروسايتوما. مكانه فين؟ خارج من السب بايل استروسايتس، يبقى 95% بيطلعوا سوبرا تنتوريال، موست ار سوبرفيشال كورتيكال بيست سب بايل انجم كورتيكال بيست. وطالما كورتيكال بيست يبقى المين برزنتيشن بتاعته هي سيجرز، كلام منطقي ما فيهوش اي ابداع. يعني ذا تمبرال لوب از ذا موست كومن سايت، وساعات بيجي بقى اقول ايه انفولفمنت اوف ذا ادجيسنت ليبتومينينجيز، يبقى ليه ديورال تيل زي ما قلنا. يبقى بص حتى الصوره في الصوره الدياجراماتيك اللي جنب دي، بص تشوف خارج سب بايل، خارج كورتيكال قوي، قريب من السيرفس، وده غالبا التمبورال لوب. وايه والديورال، الديورال اللي جنبيها او الليبتومينينجيز اللي جنبيها بتبقى فيها شويه انهانسمنت او ثيكنينج انفولفمنت، فتفتكر ان هو ديورال تيل، فده ديفرنشال دياجنوزز مع المينينجيوما. اوكي next gross pathology بتاعه، the most common gross appearance is that of a relatively discrete partially cystic mass with a mural nodule. ما هو قلنا نفس العيله برضه، هو cyst with a mural nodule بس دي supratentorial temporal cortical based cyst with a mural nodule that abuts or is attached to the a leptomeninges. Dural invasion is rare. The deep tumor margins may be indistinct with focal parenchymal infiltration into the adjacent subcortical white matter. بس مش الانفلتريشن العنيف زي في الديفيوز استروسايتوم. Microscopically بقى هو ايه؟ Pleomorphic xantho astrocyte. شكرا. The most striking feature is pleomorphism. Pleomorphism يعني ايه كلمة pleomorphism؟ يعني اشكال مختلفة من الخلايا. كل يعني مش خلايا واحدة مثلا متكررة، لا. أربع خمس أشكال من خلايا مختلفة كلهم مع بعض. Pleomorphism. واخد بالك؟ بليومورفيزم، دمس ريتيكيولين، هنا في ريتيكيولين نتورك، كومباكت اركيتكتشر اند ليبيتايزيشن اوف تيومر سيلز، يبقى لونها مصفر، عشان كده اسمها ايه؟ زانثو استروسايت، زانثو مصفره شويه، ليه فيها ليبيتايزيشن؟ فيبرري وجاينت ومالتي نيوكليتد ونيوبلاستيك استروسايتس ار انترميكسد وذ لارج ليبيد كونتيننج جي فاب بوزيتيف سيلز، وهنا ما فيهوش او نيكروزز از رير. الله على الكلام الجميل. يبقى بليمورفيك زانثو استروسايتوما ده رير فورم اوف استروسايتوما، يعتبر واحده من اللوكالايزد استروسايتوما. على فكره هو دبليو اتش او جريد 2، البليمورفيك زانثو هو جريد 2 عشان في شويه انفلتريشن بسيطه كده، هو يعتبر دبليو اتش او جريد 2، وده خارج من السب بايل استروسايتس، وبالتالي هو غالبا بيبقى كورتيكال بيزد، ويبقى خارج سوبرا تنتوريالي، خارج غالبا من التمبورال لوب، وفي شويه ليبتومينينجيال ايه انفولفمنت. اوكي، ممكن يكون في شويه انفلتريشن بسيطه للسراوندنج، بس برضه مش زي الايه، مش زي الديفيوز فورم اوف استروسايتوما. ومايكروسكوبيكلي كاركترايزد باي بليومورفيزم، كاركترايزد باي وجود الزانثو استروسايتس، و اللي هو مالتي نيوكليتيد جاينت سيلز والحاجات ديت. وهتلاقي ان برضه جزء الجروس مهم ان هو ممكن يكون سيستيك وذ نيورال نوديول برضه، ولكنه بيكون كورتيكال بيزد سوبرا تنتوريلي، وممكن يكون ليه ديورال تقيل. اوكي، the most striking feature pleomorphism dense reticulin network will compact architecture will lipidization of tumor cells اللي هي يعمل لك الزانثو استروسايتس. خلاص،
نيكست. شكله في الاشعه بص بقى المنظر, تمبورال لوب ليجن سيست وذ ميورال نوديول كورتيكال بيز, حاجه خارجه سبايل مش في النص بتاع التمبورال لوب, لا ناحيه الكورتكس اكتر, واخد بالك انت ازاي, قريبه جدا من كورتكس, وممكن تبان في الام ار اي والكونتراست يبان لك انها ليها كمان ديورال تيل, فده ممكن يلخبطك مع الايه مع المنجوم, بس مش قوي لانه سيستيك وذ ميورال نوديول صعب جدا من جوه تبقى سيستيك وذ ميورال نوديول, المنجومه غالبا تبقى ايه سوليد ماس كده واخد هوموجينس انهانسمنت ومعاه طبعا الديورال تيل. هنا السيست وذ ميورال نوديول التمبورال الكورتيكال بيز لانها خارجه من السامبايل تيومرز, وبالتالي الموست كومن برزنتيشن بتاعته هو ايه, هو سيجرز, اكيد طبعا بيجي بسيجرز, ولكن هو طبعا من الحاجات النادره جدا. طيب هتعالجه ازاي حضرتك؟ هتعالجه ان انت هتشيله بالظبط كده, هو WHO grade 2 هتشيله طبعا, surgery هو primary treatment, gross total resection if it can be accomplished without unacceptable neurological deficits, لو كانت temporal right temporal يا سلام حلو تقدر تشيله من غير deficits عنيفة. الextent of resection كل ما تشيل اكتر كل ما الريكرنس بيقل, ده شيء منطقي, وخد بالك هو WHO grade 2 في الريت اوف proliferation بتاعه اعلى شوية من البايلوسيتيك استروسايتوما والبايلوميكزويد والسيجا لان هو ده شوجر 2. طيب لو incomplete resection هتعمل ايه؟ والله بص هو rate of proliferation بتاعه مش عالي قوي, فممكن انت تعمله follow up وتشوف الايه حصله recurrence ولا لا, لانه ممكن يقعد فترة طويلة لحد ما يحصل له recurrence عشان يعمل مشاكل يعني, ولو حصله recurrence يبقى شيله تاني يعني. Incomplete resection should be followed since these tumors may grow very slowly over many years before retreatment is necessary and repeated excision should be considered, لان الكيمو والريديو ثيرابي معاه مش يعني مش معروف تأثيرهم قوي حتى الآن يعني, ولكن ممكن تديه برضو كيمو والريديو ثيرابي, وده بتشوف غريتو فممكن تديه برضو كيمو والريديو ثيرابي, وده أنا radiation is controversial والكيمو ثيرابي الرول is not defined لسه مش عارفين, فبالتالي السيرجري هي الحل الوحيد ليها. الأفضل انك تعمل complete resection طبعا مازور maximal safe resection عند تقدر, لو ما عرفتش تشيلها كلها مفيش مشاكل follow up, ولو حصل resection يبقى شيلها تاني, لو حصل قصدي recurrence يبقى شيلها تاني.